السلام عليكم ورحمة الله. بشرى سرة لكل المغاربة. ولي العهد الحسن يتدخل رسميا في قضية الفنان المغربي سعد المجرد، ويدلي بتصريح يصعق به الرئيس الفرنسي. شاهد ماذا قال: ولكن إذا كنت مسلم وتتفق بأن سعد المجرد مظلوم في هذه القضية، اضغط إعجاب بالفيديو وصلي وسلم على نبينا الكريم. محكمة باريس الجنائية أصدرت الجمعة الماضية حكما بالسجن 6 سنوات على الفنان المغربي سعد المجرد بتهمة اغتصاب وضرب فتاة فرنسية داخل غرفة بالفندق. ورغم أنه لا يوجد أي دليل مؤكد لهذه التهم، إلا أن المحكمة قررت الاستناد على أقوال الفتاة وأصدرت الحكم القاسي ضد الفنان الخلوق سعد المجرد، ومنحت المحكمة فترة استئناف مدتها 10 أيام، حيث يمكن إلغاء أو تغيير الحكم. وهذا ما زرع الأمل لكل محبي الفنان المغربي سعد المجرد. ولكن ما هز العالم وهو تدخل ولي العهد المغربي الحسن في القضية، وأدلى بتصريح ضد الرئيس الفرنسي ماكرون، حيث نشرت العديد من المصادر الإعلامية الغير رسمية بأن ولي العهد أمر كل المحامين ببذل أقصى مجهود وجمع الدلائل للفوز بالقضية وإظهار براءة الفنان المحترم سعد المجرد، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس هو من سيتكفل بكل مصاريف المحامين كما فعل سابقا، وهو ما أفرح كل مغربي. وقال ولي العهد: المغرب ستظل شوكة في حلق الرئيس الفرنسي، ولن نسمح له بإهانة المغاربة في أي مكان، وستظل المغرب تدافع عن أبنائها في أي بلد والصحراء مغربية للأبد. وفي النهاية، إذا كنت مسلم وتفتخر بولي العهد مولاي الحسن، اضغط إعجاب بالفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.